ممكن تقترحوا يبقى فيه مذكرة تفاهم وترفقوا نموذج استرشادي. هما بيحاول التعاون مع جامعة موريشيوس تحاول علينا احنا اروح اعمل مقابلة مع الجامعة وبناء على اقتراحاتكم انتم في مجالات طيب بناء على خبرة حضرتك يعني مجالات التعاون يعني هو طبعا انا هم محتاجين مثلا مجال طبي زراعي هم مجال الطبي محتاجين فيه دايما حتى بيبعتوا دارسين مرشين يدرسوا في الطب هنا في القاهره جامعه القاهره كتير ليه مش جامعه تشريط المنح جايه المنح جايه مش عارفه بتيجي من وزاره التعليم العالي فما اعرفش هل بتيجي محدده يمكن محدده ما عملناش حاجه تواصل مثلا لا احنا في منح بس في حد عاوز يدرس على حسابه يدرس يشمل ان الطلاب الجايين يتمتعوا بجميع مميزات الطلاب اللي عندنا من حيث الرعايه الطبيه من حيث الاكسس للمرتبات المعينه ان شاء الله وبيشمل ان كل مثلا دوله بتتحمل تكاليف السفر للجهه الاخرى يعني هنا مثلا حضرتك احنا نبعت لهم احنا نتحملهم طيب وفي التمام الطلابي بقى ونتحمل بقى الاقامه والاكوموديشن والحاجات اللي انت ازاي عاده اي اتفاق يتم في اي حاجه لكن في مثلا جامعه اسيوط مع كليه الزراعه في مكسيكو يونيفرستي يعني حاجه مكسيك يعني ففي كليه محدده ديتيلز معينه كمان تبادل بحث ابحاث مراقبه